21 عام مبروك سعيد على الناس الكل كما تعودتوا معنا في اخر الجمعه استثنائيا اليوم الخميس. دونك باش نحكيوا على الثقافه. دونك في كل مره يختار لنا سفيان فرحات كتاب نحكيوا عليه او مجموعه من الكتب لمجموعه من المفكرين سواء في العالم العربي او في العالم بصفه عامه او في تونس. زاد باش نحكيوا على كاتب من الكتاب التونسي. سفيان شنو اخترت لنا في اخر حلقه اليوم؟ والله اخترت في اخر حلقه اليوم زوز كتاب، كاتب تونسي وكاتب كوني. نبداو بالكاتب الكوني ومن بعد كاتب التونسي تو ناخذوه كذلك بعد ما نأخذه في استجواب. الكاتب التونسي هو الزميل والكاتب الصحفي والحق زميل فاز محمد البلقاوي، وهو صحفي معناها يعيش الآن في المنستير وعنده تكوين في المدرسة القومية للإدارة وكذلك تكوين في عديد المجالات، وكان صحفيا فذا وكان في مكتب حتى جمعية الصحفيين التونسيين، وعنده كذلك دار نشر اللي هي بلك إديسيون مهمة جدا. صديقنا وأخينا سي محمد البلقاوي. لكن باش نبداو جبلان خليل جبلان قلت لكم كتيب وزيد كشريته ما عنديش ياسر، وهي رسائل جبلان خليل جبلان. جبلان خليل جبلان اللغة العربية من أجمل اللغات في العالم في الكون، يعني هي والفرنسوية والإيطالية يعني عندهم رونق جميل جدا، لكن اللغة العربية ثم ناس كتبوها بطريقة يعني كما تشوف الشاعر أبو القاسم الشابي. جبران خليل جبران كتب لغة عربية رهيبة جدا رغم أنه أغلب كتاباته كانت بالإنجليزية. تعرفه تولد في لبنان عام 1883، ثم هاجرت عائلته وهو صغير عمره 12 سنة إلى بوسطن وعاش في أمريكا وقعد يمشي ويجي على الشرق في مدة طويلة، ومن بعد كتب كتابه الشهير اللي ترجم إلى كافة لغات العالم تقريبا النبي. كتبه بالإنجليزية وكان يكتب يحب الكثير باللغة الإنجليزية، لكن كانت عنده لغة عربية كذلك جميلة، ومعروفين الكتابات متاعه دمعة وابتسامة، الأجحة متكسرة، البداعة والطرائف، حديقة النبي وآلهة الأرض، الألواح المتوردة، على رأس المروج، العواصف، يسوع ابن الإنسان، السابق والتائه، رمل وزبد والموسيقى، النبي المجنون. جبلان خليل جبلان هذه رسائل عملها من عام 1908 وانت راجع إلى عديد الشخصيات. أولا أغلب الرسائل إلى ميخائيل نعيمي كانت تربط به صداقة كبيرة جدا، أغلب الأوقات يكتب له عزيزي ميشا، وساعات يقول إلى أخي ميخائيل نعيمي، وكان بيناتهم الحق معناها تبادل رسائل جميل جدا فيه كثير من العطف وكثير كذلك من التشكي والتظلم، اللي كان يحس بروحه عنده وحدانية كبيرة جدا جبران خليل جبران. وكذلك رسائل إلى مي زيادة، تعرف مي زيادة ربطت بها علاقة كبيرة متقبل لكن كانت تراسل هو يرسلها، ومي زيادة زادة شخصية رهيبة تو نحكي عليها مرة أخرى، وظلمت لقضايا أموال وغير وأودعت معناها في مستشفى أمراض عقلية، لكن ما كان يعني مثلا كرابولوز حكاية تاع فلوس مثلا عائلية، وبيناتهم رسائل مهمة جدا. كذلك نسيب عريضة، فيليكس فارس رسائل إلى إميل زيدان، وكذلك إلى عنده ابن عمه كان يعيش في نيويورك، هو عايش في بوسطن وهو عايش في نيويورك، اسمه نخلة جبران، ونخلة جبران هذا كان أديب وكان رجل الأعمال في نفس الآن. والرسائل هذه مهمة جدا، أنا نقول لكم ديما قراوه جبران، يعني أنا تحب نعمل ثيرابي نفسي نقراه بالضبط نجبد جبران الأشعار بتاعه القصائد فما الأعمال الكاملة زاد الأعمال الكاملة تلقاها وتلقاها مترجمة إلى عديد اللغات، ويقراوها الطلبة في البكالوريا ويقراوها كذلك في الجامعات وغيره. ثم رسائل خطية بخط تو نحط لكم ما منها البعض، رسائل خطية كان يكتب بخط النسخ بخط الرقعة كتابته، يعني هذه عديد الرسائل الخطية اللي كتبها خاصة الرسائل هنا خاصة إلى إميل نخلة وغيره وإلى بلوتو كما قلت نخلة جبران، وكذلك إلى مي زيادة، وهذه الأنظار متاعه جبران. خرج هذا على دار المعارف للطباعة والنشر في سوسة عام 2009، كتاب نجم تلقاه حلو ياسر تقضيوا به معناها أوقات ممتعة جدا مع جبران، ولا ننصح الناس عاودوا حلوا الشانتي بتاع جبران
جبران لو شانتي كوني كيما فولتير وغيره. ثم ناس قد ما تحاول تقراهم ولا شاتو بليون ليوباردي في ايطاليا قد ما تقراهم ما تشبعش وتنجم عندك حتى زوز ثلاثه قراءات تعاود تقراها مرتين وثلاثه ديجا تفهم برشا حاجات ديما تكتشف فيه اشياء وكان منكسرا وكان يحس بوحده كبيره لكن كان عنده هو كان بين النبي والمجهول والمجنون اللي كتب عليهم زوز الجنون الادبي كما قال أندري جيد إن أجمل الأشياء تلك التي يحاها الجنون ويكتبها العقل يعني كتاب الكبار تلقاهم لا فولي اي لا ريزون دونك جبران خليل جبران أقراوه لغة عربية جميلة تعاود تحبك في هذه اللغة اللي خاصة معك الآن في الإنترنت رغم أنها من أجمل لغات العالم وكذلك تعطي سكينة كبيرة جدا. جبران معناها كتابة متاعه تكد تكون كتابة معناها روحانية هو مسيحي لكنه كان عنده مواقف يعني عقلانية جدا في حياته وفي كتابته بالعربية معناها وصل إلى كمال كبير جدا. وأنا دائما نرجع أعتني الناية وغني فالغناء سر الوجود وأنين الناية يبقى بعدما يفنى الوجود يعني فناء الوجود حاجة رهيبة جدا. ونعرف لجبران معناها كان في رابطة معناها كبيرة جدا في تجمع فيها مجموعة كبيرة من الأدباء في أدباء المهجر. ننصحكم باش تقراوا كتاب فيهم في الانك لكن شوف شنجم تربح يوم كنت انت نصحت العباد انا ننصح زيادة الناس اللي تعدي تو في البكالوريا أداب انهم يقراوا الكتاب هذا خاطر الكتاب ينجم يعاونهم برشا في اللغة العربية ديجا في الربط بالمعاني ولا الأجنحة المتكسرة وإلا مثال على رأس المروج والمواكب كذلك تلقى فيها قصائد جميلة كتابات جميلة جدا. راو وخير صديق في الأنابي كتابه الكتاب هذا جادجيت جانا من قدم التاريخ البارحة التقيت بعديد كتاب صدفة في تنشر في كتب والقيت كان معايا صديقي ذاك الأديب والصحفي كمال الهلالي لكن قابلت رجال المسرح كما حسن المؤذن وإلا لقيت كذلك معناها محمد مومن وهو جامعي كبير وكذلك ناقد مسرحي كبير وكذلك بعض الأصدقاء الأخرين والحق كان حوار شيق والكلهم كانوا بشغف يشريوا في الكتب لو الكتاب حاجة جميلة جدا. الله يرحمه كان عندنا معناها كاتب كبير تونسي وصحافي ورجل الفكر حمادي السيد الله يرحمه كان كي يمشيش الكتاب يشوف يتحط في مكتوب ولا ثم ليفل سمي له ليفل دو بوش كي يمشيش الفيستا يشوف ينجم يحط فيها الكتب ولا لا كان حمادي السيد يحب يسأل الكتب. دونك هذايا نقول لكم اقراوا جبران خير جبران ارجعوا الى النصوص الاساسيه راهو تلقى فيها حتى راهو انسان يلزم يفهموا العباد احنا خاطر مهنتنا وتكويننا ديما نقراوا راهو الانسان العادي لو اقرا ربع ساعه في النهار أمراض نفسية وحيث كل حكاية فارغ ما تهمش منها فهمتني. عندي أصدقاء يقرأوا ياسر أطباء عندي أصدقاء كذلك في عديد القطاعات حتى العبيد اللي عاملين الجروب على الفيسبوك تجاه طب ولا الليكتور مهمة ياسر جبران خليل جبران مش نحكيه على الكتاب الثاني اللي الكاتب متاعه معنا بالتليفون دونك خلنا نعمله أفونغو قبل ما ناخذوه معنا بالتليفون وكل مرة تختارنا كاتب الكتاب التوانسي نحاولوا في كل مرة انه نوصلوا للخدمة متاعهم نوصلوا الكتب متاعهم معطينا أفونغو قبل ما فلا الكتاب هذا هو تكتب من لون بالفرنسوية كتبه سي محمد البلقوي وهو صحفي الكتاب عنده خلال عنده 15 سنة تقريبا بالفرنسوية ليزاني ريجونس حول السياحة في تونس اسمه الحقيقي توريزم اي فواياج ان تونيزي ليزاني ريجونس يحكي على بداية السياحة في تونس ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية قبل أن يؤسس كذلك دار نشر بيرغ إديسيون محمد البلقاوي كما قلت لك صحفي من المنستير يعيش في المنستير الآن ينشط كثيرا يستدعى دائما مثال رجاء فرحات يستدعى 3-4 مرات في العام استدعاني مرة بركة في 10 سنين هو صديقي هو اللوم علينا اللوم علينا ديما يلومني يقول لي سفيان هاك في المهدية شبيك ودينيش المنستير هو يسمع فيك وجاي نجم يستدعى محمد صباح الخير مرحبا محمد البلقاوي صباح النور الو صباح النور صباح الفل صباح لاباس اهلا بك محمد البلقاوي باش نقدموا الكتاب نتاعك اللي هو سنوات الاياله سياحه واثار في تونس كتاب مهم جدا يحكي على بدايه السياحه في تونس
محمد البلقاوي صحفي وفي نفس الوقت كاتب وناشر الحق، وعنده حق نشاطات جمعيتيه، مازال شباب يعني كي تشوف تصويرته تقول تلانكوش عمره 32 عام، ما صفرش الشيب اللي رغم اللي هو اكبر مني في العمر. لا مازال شباب، شفت صوره عملتها تهنئه للعباب تبارك الله جيمس دين على حالك. فهمتني؟ وهذا شيب ومفرقي، ما شفتهاش كيف شعر كل ابيض. هيك هو. وفيه الكتاب هذا فيه صور جميله جدا، مثال هذه الصوره نتاع باب سويقه. حلفاوين. فوالا سيدي محرز باب سويقه ان توكا خاطر حلفاوين مقابل سيدي محرز من الجهه الاخرى. فيه صور لنزل الاولى اللي تعملت في تونس، فيه صور كذلك اللي معناها للتوانسه كيفاش كانوا قبل للاسواق نتاع تونس، فيه حاجات مثال تبرقة، صوره جميله جدا. وقت تبرقة ما سماش كانت جزيره وقت ذيك، وقت خذوها لجنوا حتى بدايه القرن العشرين. وفي صور معناها الاول وتلت عملت في تونس كيما اوتيل الماجستيك والتونيزيا بالاس عام 1910 1911. والحق الكتاب هذا رجع فيه الى تاريخ السياحه في تونس، هذه طائره معناها كانوا يستعملوها تهبط في مطار جربة كذلك، يظهر دي ستروا، يظهر لي هذه دي ستروا دي ستروا، ويجيو يستقبلوا السواحل عجبولة، يجيبوا جمولة حتى فوالا. شوف الجمال كان يهز لباجاج. محمد البلقاوي في هذا الكتاب اللي قعد سنوات يبحث ويدرس فيه، وكذلك الحق انا نعرف محمد البلقاوي مليح صديق، كان في جمعيه الصحفيين في المكتب وقام بعمل جليل جدا في الدفاع على زملاء الصحفيين. كان يمشي حتى اول الناس اللي عملوا سياحه كما سي شادي الفولاتي عبد الحميد خشين ويحكي معهم، دونك يعرف تاريخ السياحه حتى من المصادر نتاعها من المؤسسين. هذا مطار العوينه قبل تشوفوا معناها العباد اللي يتفرج فينا لايف ديجا ينجم يتسجل فوالا مطار العوينه. انا نتذكر بابا رحمه كان يمشي للحاج ياسر، عاد كنا نخرج نطلع على الطياره ونسلموا عليه فهمتني، وتبدا امي تقول له يا حاج لاباسك القضيه لاباسك البلاد، يقول له اسكت فضحتي. كيما هكا في مطار العوينه قبل نتذكر احنا صغار، ولا كيمشيو خاصه للحج. دونك محمد بلقاوي الحق انا نحب التوانسه يقراوا الكتاب هذا، لانه يبين وانه كي فو بو لو ثم اشهار للسياحه في تونس من القرن التاسع عشر. من القرن التاسع عشر فهمتني. والله تحب كان تحب سفيان تفضل مولانا. هي الحقيقه انا ما كنت الفكره نتاعي خاطر ملي دخلت للوكالة الانباء عام 75 عملت اختصاص في السياحه، انا حاولت نختص في السياحه رغم ان وكالة الانباء نخدموا كما نقولوا حكي وحراري، تكتب في السياسه تكتب في الاقتصاد تكتب في الاجتماع فهمتني. دونك حبيت اعمل اختصاص هكا، بديت قلت يا سيدي، وكنت صديق برشا مع المرحوم بشير الكناني وقتها بتجيد شركه التونسيه للنزول والسياحه، عاد بادر في فكري وانا صغير ديجا 12 سنه نمشي للوتله ونشطح وتعلمنا كي تويست وتشا تشا تشا وقتها ذاك الطفره الاولى نتاع السياحه. كنت عامل فقلت القطاع هذا لا، معناها الشيء الغريب ولا دهشني انا معناها قعدت هكا نوع من الارتجاج هكا في التفكير، كوني نسكن في حي عتيق ربط نتاع المسير معروف ودار بتباعها قديمه وزمنيه، وبعد تمشي تدخل للوتيل، انا ديجا هكا تدخل للوتيل وتخرج من ربط تحول كبير. مش تحول كبير، معناها تقول في روحك وليت عايش في عالم اخر. كل الاضواء وكل القاعات الفسيحه وكل والعباد ما مش كيفنا، كل التوريست ويجي وقت الالمان والفرنسيس والانجليز فهمتني، والبوك تشا تشا والاوركستر في الليل تبدا تضرب بهرج كبير في العالم. اي والجمال هو حبوب يحب الجمال فهمتني. معناها قاعد في مخي كي، وبعد قلت والله السياحه هذه شنو هي بلاتور كيفاش جات وكيفاش جات، مشيت على اساس باش نعمل تاريخ السياحه ماشي في بالي كيف ما برشا الناس حتى لتوا داير، يقول لك السياحه بدات مع الاستقلال والسياحه بدات سياحه شاطئيه. مشيت نهار وقت لاهي بالمدير قسم التوثيق في التاب عندنا بعض الجرايد باش نعملوا ريليور، ماك تعرف برانس سانتون كل عام نعملوا ريليور بارتي ماستر لابريس اللي كنت تشتغل فيها وانا بدي اشتغل فيها صباح الجرايد القايمه وقتها باش الصحفيين يلقاو مراجع بخلاف الكتب وبخلاف حاجات كلين. فدلني واحد على واحد يسفر سي محمد بنان اعتقد تعرفه أيه. باب المناره قعدنا نتحدثوا ندى جذب اطراف الحديث، قال لي اش تعمل؟ قلت له كذا في الطاب كذا وشنو وشنو، قلت له انا مهتم بالسياحه وكذا وانا قاعد نحاول باش نكتب
كتاب على تاريخ السياحه في تونس وكم من 60 و... قال لي لا سي محمد لا السياحه راهي من قبل من الفرنسيس. قلت له كيف خلي هو الوثائق ادخل معاه. دخلت معاه معناها وصل تلمون شجعني انا عنده وثائق لا تونزي الستري معناها تخرج كل اسبوعين وفورما كبيره فهمتني. من عام 1911 الى 1922 وقتها مازال مش مجهز بالكدا في مش كي تو تو ولات مكتبه وتونسيانا مسميها كل ما يهم تونس فهمتني. عاد منها يسلفني المجلد كامل نتاع تونسي الستري ونخدم به في الدار وبعد نرجعه له. محمد البلقاوي انت معناها لقيت لي سورس المام معناها القديمه. لا لا هي بس لا القرم بسور نرينا فونتي فهمتني. ركزت على الوثيقه كي وشوف وثائق اخرين وكتب اخرين ورجعت لي جيد تورستيك ديبوك واول جيد خرج 1896 ونلقى اسم تونس مذكور. وقتها السياحه كانت سياحه شتويه. اي سياحه شتويه. وقتها الفرنسيس اللي في تونس حبوا يعملوا معناها يردوا تونس اون ديستيناسيون ديفرناج كما على غرار الجزائر العاصمه وعلى غرار القاهره وعلى كلك زيل الفوق شويه معناها في اسبانيا اللي زيل باليار والواحد حبوا يعملوا كيفهم وعملوا وقتها خاطر البدايه لما بداتش بالبحر. لا ما بداش بالبحر. ما بداش بالبحر ولا لا لا لا. انت هنا حتى تحط تصويره نتاع شركه السكك الحديديه باريس ليون المتوسط لزياره تونس باسعار منخفضه وقت كانوا معناها بالكرادت وبالحصن. اي سي محمد صباح الخير سي محمد. معناتها تونس كانت معناتها سياحه شتويه لو كانت تسمح المناطق اللي كانوا يمشيوا لهم المناطق بالاساس هما المناطق الساحليه معناها عندك تونس العاصمه عندك الحمامات كانوا فيها المان شارتوس نوتامون جي بعد شارتوس لكن فيها دار سيباستيان فهمتني. بعض السواح هكا علاش يجيو لتونس قلت شنو اللي جابهم دابور لو برومي بوان سي ليكزوتيزم معناها عالم اخر مخالف للمجتمع الفرنسي وللبنايات وكذا كذا معناها يجيو لهنا يشوفوا الحوم العربي يشوفوا كذا كذا اكل شكون ابان ليكزوتيزم اللي ما عندهمش هما يجيو كذلك للدفء خاطر التوريزم ديفرناج يقول لك ويجيو بالاربع شهور معناها مش يجيو ليله وليلتين يجيو بالاربع شهور اربع شهور اي بالاربع شهور كاملين خاصه في فصل الشتاء علاش انا الطبيعه ارفق انا معناها الادفى بلا تكون بارده ادفى ويرفوا وحتى لتوا انا نتذكر وقت عملت الكتاب في غور دو فو دي توريزم تونسيان فما 67 بورتري دي بيرسوناليتي دو سيكتور دو توريزم مشيت المرحوم طه الفراتي مشيتو في شهر ديسمبر الحمامات باش نعمل له انترفيو نلقى الوتير معبي قلت له والبستان كان عنده وين اي كل يقول لي هذوما ديزالمو يجيو بالاربع شهور في الشتاء يسكروا ديارهم غادي بصير تروزيماج ما يخدموش فهمت يسكروا ديارهم غادي وكي يجيو لهنا يتكلفوا لهم ارخص ينجموا يعوموا خاطر هما الجلده نتاعها مش هي جلدتها يشوفوا شويه يعوموا في الليل البيض هما حتى احنا عمر ويحفظوها البلاد ديجا يحفظوها بالنسبه لحكايه العمان محمد بلقاوي انا قريتك في مجله لانه ينشط في مجله المتقاعدين جمعيه المتقاعدين في المنستير قريت لك برا مقال تجبد فيه على اللي عملوا كلوب ميد في تونس عام 54 وقت جاء سيرج جيرار بريتو سيرج تريغانو تريغانو عادي يكتب لهم رساله ايش يقول لهم يقول لهم على خمسه سوايع على باريس موجوده جزيره معبيه بالحوت ما يقولوش فيها بحر ما كانش عمو حتى تونس ما كانش عمو لو نحي شويه في تونس يقول لهم بوركوا الي اون بولينيزي ما جو با كومبيان دور دو فول اي جا في بحر باريس معناها كلكل دو زور دو فول باسكو عندكم اون مير اوسي بوسونوز والبحر نتاع جربه بون تبدل اكيد يقول لك فماك الحوت الالوان الخلابه الالوان والقفي الازرق كيما تو موجود في مصر فهمتني اللي هو كلوب ميد حل في تونس عام 54 ثاني كلوب ميد في العالم اول كلوب ميد كورفو من بعد تونس ده جرار بليز وما كانش بني كان عنده خيم خذاهم من الحرب العالميه الثانيه وحطهم في التشط وكذا اما باقي العمان مازال ما خلطش العمان يخلط كان معناها السياحه البحريه زي ما نقول بالنيير اي لو توريزم بالنيير جا كان في اودوبي زاني 60 كان عندنا وتيل برك اللي هو شارتوس الميرامار كان فيه على البحر وتيل برك جوز كامل وشارتوس ما تعرف حكايته شارتوس ولا لا اي حكموه علاش خاطر وقت جا سي الهادي نوير الله يرحمه للبنك المركزي يسمع ويقرا فما سياحه المان جاو سياحه المان جاو جاو يشوف في الكونت بتاع الواحد ما يلقاو حتى دوتش مارك
أنا أمر غريب ياسر. تقول لك جاو سياحة للمان معناها باش يشوف دنمارك ولا باش يشوف. يقبل فلوس بغادي غادي. أي. دونك هو سي شرطو اش يعمل وستانا باتريد معناها حتى حاجة ما حكى لي سي ناس مالوش رحمة أنا ما عرفتوش شرطوش بالطبيعة. قال لي عنده بليزيور باسبور فرونسي ألمان مكسيك مناش برازيل بليزيور مسميها أنا باتريدو. عاد وقت لجاو مشاو البرجيبة قالوا له قالوا له باش نقدموا به قضية شو يقول لي قالوا كيفاش هذا؟ احنا تو باش تقلينا باش نقدموا قضية وباش تكون بالألمان واحد ألمانيا. يبرم شو نديوه وكانوا معاه وشوفوه كيفاش واخذوا له تيلو عملوا له ساشة تي لا وقتها قالوا له عملوا له الالتيماتوم أما تجيب الفلاسات نعطيك 24 ساعة تجيب الفلاسات متفاهمين سينو باش نحاكموك عندك 24 ساعة ولا 48 ساعة تو ماهيش عمل روح لا روح هرب 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 وقتها خلى لهم الميرامار والميرامار هو من أول أوتيل خذاته لساشة تي اللي تكونت عام سي محمد خش عنده تو الحكاية هذه 58 انا عام 59 عام 58 شرطه هو تقريبا كرم يعاودوه خلي تقريبا متبدل حتى شيء اما لا محمد البدقاوي ماذا يحكي لي على رجل السياحه التونسي قبل حمامات كانوا فيها زوج تاكسيات تمشي للمنطقه السياحيه كانوا اربعه ولا خمسه وثلاثه نتذكر اما يقول لي محمد وانه يظهر لي شادي الفولات ولا ستار الفولات يمشي يجيب السواح بكرهبته من العوينه فليجاتهم لا حكى في سوسه كان في سوسه في عبد الحميد المهدي ولا توقدر رسمه يهبطهم في الوتيل ومن بعد يعاود يرجع يجيب الاخرين بكنبه فين جاتهم ويخرج يمشي فايفيا ما كانش حتى الحافله لا كيف فريمون الطرفه خاطر هما شو وقت اللي خرجوا الفرنسيس من تونس ومن سوسه الطبيعه فما لاميز ديزوفيسي وفما الوتيل هذا خلوه الوتيل بو جعفر جاوا في سوسه قالوا شكون باش تعطيوه احنا ما عندناش فلاجيه ما عندناش كان عندنا ثلاثة سيدي هما ناشطين في القهاوي وش اسمه ربي طول في عمره سي حبيب تذكر اسمه شي قريب من نساوي سي حبيب بنور سي حبيب بنور ربي طول في انفاسه فهمتني يجيب فريد الأطرش في القهوة في رمضان في الواحد في سوسة عنده قهوة تري بوبيلار غادي في البلد العربي ويجيب فريد ومعنا الجو كبير ياسر قالوا سيدي عندنا ثلاثة قهوجية بهي ويخرجوا لبعضهم دول وقت من الاخوات سي الحبيب بن نور سي عبد الحميد مهدي ونسيبهم فهمتني قالوا سيدي برا نعطيهم هما يتلهاو افكتيفمون سي عبد الحميد المهدي معناها خذاو الوتيل وبداو يرجلوا بداو يخدموا وقت اللي يجي جروب ثلاثة أربعة من الناس يسكرهبتوا كاسون كاس عنده ولا شيء يسكرهبتوا المطار تونس يجيبهم حطوا في الوتيل وبعد يرجعهم وبشوي بشوي هكاك مش يجي وبعد سي حبيب بنور خلا وتيل جوستينا وتيل جوستينا زاد عنده حكايه خاطر وتيل جوستينا وقت جاي يدشن في بورقيبه اعتقد في اول الستينات بنات سنيت كانوا باش يعملوا مساكن اجتماعيه اي مساكن الاجتماعيه باش هو جا بورقيبه قالوا عليه هيك قالوا عليه قالوا عليه سياحه تخيل في ابو جعفر قالوا البحر لا 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 قالوا خلي هذا ردوه وتيل حتى توا وتيل كريس سي محمد بلقاوي توا انت تعرف السياحه مليح وانت كنت في جمعيه الصحفيين والكتاب نتاع السياحه مع المختصين في السياحه مع نجيب الوري وعديد الزملاء الاخرين الان السياحه في اتعس فتراتها بكل صراحه هل ثم امل ترجع كما كان سفيان خلي جاوبنا على السؤال هذا بعد البوب وراجعين نعملوا بوست تاع بوب سي محمد وراجعين لك ان شاء الله دوريس كوسميتيك ميد ويذ لاف تتمنى لكم عام سعيد وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير نرجع لك لسي محمد ونرجع لك السؤال نتاع سفيان تفضل السؤال نتاع سي سفيان انا سفيان يعرفني صريح برشا وجن ماشي با ميمو ايوا اذا متاكد منه ملي احنا صغار مادام النهضه في الحكم مادام السياحه ما تكونلاش قائمه أو شيء علاقة بالربط؟ لا خد كيف نرجع الحديث لعطاوه جماعة النهضة كون السياحة لو السياحة الحلال ولا كذا كذا وهنا نتفكر نقطة قالها مش نقطة هي الحقيقة زميلنا الطاهر الفازع وقت جور دو لوندر كيف اليوم ما نعرف تقريبا عامين التالي قالوا له باش تعدي جور دو لوندر قبل كورونا بالطبيعة وشو قالوا له سيدي هو فما وتيل في الحمامات باهي من غير ما نسميوه مشى له الوتيل
صاحب محنة هو لازم كل اي شرفاتي شرفاتي نعم اي فهمتني. هذا سيدي قال لهم الكماندا قالوا لا ما فماش انا الوتيل هذا ما يسربيش لا شراب ولا بيرة ولا حتى شيء. ما تنرفز تقلق شنو خاطر مشيت البيت طلعت رقدت فوق لي صباح كي هبط يلقى الريسبسيون وتحت الدروج وهابط من الدروج والكل مرشوقين البيرة بيرة وشراب شراب ولا حاجه. جا الريسبسيون تي قال له شي حكايه مش قلت له فماش لا قالوا تنجم تجيب على روحك. قالوا كي معناها لوتيل ما سربيش اما انت كي تجيب ما يسالش اي ما عمليا شنو هي الحاجه اللي تنجم معناتها ترجع السياحه كما كانت بالتاريخ نتاعها اللي كنت تحكي فيه معناتها ترجع السياحه كما كانت يا خويا سايبه السياحه انت انا ما عنديش ثقه في عباد ما يؤمنوش بالسياحه فهمتي كي تقرا المراجع نتاعهم والانترفيو اللي عملوهم العريض وغيره فهمتي يقول لك احنا ضد السياحه مش من اليوم من ولا يتغير ولا ولا ولن يتغيروا بقيد امه له ضد السياحه معناها الفورون تو pour battre le secteur. واضح يا سيدي واضح واضح. اي محمد برقاوي بالنسبه للازمه الكوفيد الان ثم عديد كذلك النزول المغلقه في جربه كنا نحكيه في الساحل في الحمامات يعني الجرون باسان هذوما هيستوريك في ناب الحمامات وفي منطقه الساحل في منطقه جربه جليس اللي هي اكثر مناطق فيها وتله جربه 120 اوتيل سبع محدودين برك 50 اوتيل في المسير عندنا 50 اوتيل فهمتي 25 الف فرش تقريبا مسكرين معنا اغلبهم مسكرين خاطر عندنا كان اوتيل محلول وفيه هكا شويه خاطر فما انيماسيون ولا جات كوفيد بون الغالب هذه فتره ان شاء الله ازمه وتتعدى وما تدومش معنا مش مجدوم خاطر وفين تخسر فين الناس يمتثلوا بالبافات والواحد وكذا فين الازمه تخسر خاطر نشوف فيهم فما ناس واعيين فما حتى واحد في اللي كتبت عليه على الفيسبوك صورته وكتبت عليه قالك انا من لا نؤمن بالكورونا فيروس ولا نحط بافات ولا مستعد انا فماشي حد شدوا ولا بوليس قالوا وقفوا ولا كذا كذا وقالك نتنقل زاد نتنقل في التران ونتنقل في البيوس في الحافله وفي التاكسي شنو عمري فهمتي فما دابور الوعي وفما برشا ناس مش واعيين البافات حتى كي يحطها فما برشا 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 ما يعرفوش يحطها وما تشوفش هكا تبقى هكا ممكن مثقفه شويه شوف الاسواق الاسبوعيه شوف لي مارشي بوبليك شوف اكيد هذا اللي ما نحكيو فيه في الارياف باي محمد انت كذلك الان ناشر ساعه نذكر انا تو كتب معناها عندك موناستيل فاميلي تونس كذلك سنوات الإيالة ولي زاني ليجونس كتاب على الموناستيل توا شط الماستيل شط القرعية في مشكلة كبيرة كتبت على التونسيل ستينيريل دون غازيل وكتبت على كتبت على الاتحاد الرياضي المونستيلي عملت بلغ إديسيون أنا نذكر اتصلت بجون غانياج هو حي وخرجت les origines du protectorat français en Tunisie وكذلك بالعربي عملت كذلك باللغة العربية وكيف الزر باللغة العربية مشيت وقت موجود في باريس اتصلت بولدو اللي اسمه زاد جون غانياج وهديت له بعض النسخ بالعربية قال لي هذو ما نقراش كنت احطهم في المكتبة ساسير بو بتي زونفون بورون بتيتر ان جور ديرا العرب ووقتها سيتي اون 2011 مشيت بحذا الدار واستقبلني بكل حفاوه بعد نتحدثوا هكا على الثوره التونسيه وكذا كذا وبعدها وقفنا هكا بون هو سكت وانا سكت جي لونسي امو قلت مسيو غانياج سي فو نوفي با دانكونفينيون جو بوري بتاتر ريديتي لو تكست اوريجينال اون لونغ فرونسيز قال لي بوركو با سي غراتوي مي جو دوا دوموندي خاطر الى خرجوا قبل 1958 par la presse universelle de les presse universelle de France. قال لي وعندي صديق هي المديرة تو قلت بريس يونيفرسيتي فور البيف ماتت معناها ما عادش تحلت وقعدت فيها كان جوست اون سيكسيون دور لي سوسيال تقريبا قال لي جو فو ريبون دون لا سمان انا اونتر تون بعث له ان بروجي دو كونترا دون لا سمان قال لي سي بون جي كونتاكتي قالت يا با دو بروبليم بوفي لو ريديتي الكتاب مهم جدا وفي بعض الكتاب نذكر معناها عملت فيه لخصته مليح سنوات الاياله كي يحبوا يلقاوها التوانسه ينجموا يلقاوها حتى الان والله سنوات الاياله موجود هو كوريوزمون احنا ديما عندنا التوانسه وعرب وكذا كذا انا فين نخرج كتاب الفرنسويه لي زاني ريجونس وفات بعته ثلاث مرات ترجمت سنة إيالة سنة 2004 وترجمه زميلي وكالة أنباء محمد مولدي الحبشي ونحيي بالمناسبة هذه من 2004 صدقني انتو ما زالوا عندي لما نطبع 1000 نسخة ما زالوا عندي تقريب 200 نسخة تقريبا المهم كيف تطبع بالفرنسوية يخرج
يتطبع بالعربي أقل. هي مقاربة غريبة عند ناشئين توانسة موجودة هذه. باي محمد بلقاوي نستناو إصدار جديد حول السياحة أو حول إعادة إصدار الاستجوابات اللي عملتها للأولانيين اللي عملوا السياحة في تونس الشخصيات المهمة. والله أنا التوى منكب وقريب اللمسات الأخيرة، لكن الأخيرة معناها يلزم أقل حاجة 3 أشهر في كتاب أنيق على مدينة منستير فهمتني تربني او ديستان اكسبسيونيل. انت عندك لا شونس تعيش في المستير من اجمل مدن تونس بحذاك زميلنا سالم اللبان غادي ثم مشكله نتاع الشاطئ نتاع المستير عندنا نارين عندنا مشكله. نكمل لك بربي جوست هذه بوليف سور المستير ان شاء الله يخرج برميت الماستر 2021 وقاد نعمل على اعلام المستير من سيد المازري للشيخ محمد مخلوف الى حتى 1940 تركوا بصماتهم في المسير مهم جدا. فرج شادلي عمرو شادلي هذوم الكل ان شاء الله قاعد نحضر لهم دي بورتري معناها 3-4 باج شاك بيرسون ان شاء الله غادي يخرج اواخر هذا في لو برودوي دو كونفينمون. اي باهي رغم اللي انت تحصلت في فرنسا مده انا اتذكر تحصلت 3 شهور ونص وهاني عاود ماشي وان شاء الله ما تحصلش. لا ان شاء الله لاباس قاعد نتابعوا فيك وقتها حتى فك الله اثرك ورجعت الى ارض الوطن البينون وكليت معناها الحوت نتاع المستيل اللي هو جميل ياسر الشركاو. بالنسبه للشاطئ ثم مشكله باري الشاطئ فما مشكله كبيره مشكله الانجراف في الشاطئ القرعي اللي كان من اجمل الشواطئ مع الاسف معناها تو الموجه توصل حتى لبنغالو خاصه في الشتاء وكيف في المد والجزر في الشتاء مع الرياح العاتيه وكذا معناها مصيبه. بس مش اجراءات باش تاخذوها لحمايه هذا الشاطئ؟ والله الاجراءات تابعه في المستوى القومي. احنا كان في البلديه وانا مستشار بلدي هذه ما قلتها جديده اي صحيح قاعدين نشوفوا ما يلزم الوزاره هي اللي تتحرك فترة اموال طائله هذه يلزمها ويلزمها. عندنا مشكله زاده في الفلاز نتاع المستير القاعده ريمناجي سور تروفا تو لا تروزيام فاز صارت جدل كبير خاطر الجزء الاول والثاني سيتي كاتاستروفيك خاطر فما ديبلونتاسيون وجزار كل كاين نحاوهم فهمتني وتو قاعدين المجتمع المدني شاد صحيح باش يكون ريام نجمون بطريقه سليمه فهمتني باش يخلي الطبيعه كما هي ويحاول يعمل ممرات كما عملوها. انا نتذكر في اوائل الستينات الفلاز هذه المنطقه الجبليه اللي تعطي عشط دي روشي يعطيو على عشط معناها عملوا فيها انا من نجمون تري سامبل دي بتيت كابان اون بوا للعائلات باركور دو سونتي فهمتني حاجه تعمل 66 كيف تو دخلوا فيها البيتون وكذا على اساس باش البحر ما يقدمش حاسلو اي ضربوا الايكوسيستم اكثر ممكن من اللي نفعوا ضربوا الايكوسيستم اكثر من الواحد المجتمع المدني وقف وان شاء الله يلقاو الحلول اللازمه ان شاء الله. محمد بلقاوي انا الحق نحب نحييك لانك انت ما خرجتش قاعد دائما غزير الانتاج وخاصه في المجال الفكري والادبي شوي وعندك محاضرات تعملهم بشكل دوري غاديك في المحاضرات الكوفيد هذه بدت لنا حتى المحاضرات حتى النادي كان مسكر توا حليناها المده هذه لكن حتى القعدات ديما ريدويت هكا وديستونساسيون وستر ربي وبر ان شاء الله. وعنده جمهور صعيب انا مره مشيت غاديك في محاضره معناها يحضروا معاها كما تشوف محمد هكا يظهر هو معناها في وسطهم حمل الوديع لانه شخصيات مهمه وكوادر من الدوله وفيهم عاديات تعليم وعادي قول لهم انا رئيس جمعيه المتقاعدين وطبيعه فما اللي عنده 90 سنه وربي طول في عمره واش 80 وكذا قول لهم كون ولاداتي حتى كيف بعد مده نمشي لهم ونطلع عليهم وحتى كي ما يجيوش نتكلموا في ديارهم ونزورهم فهمتني وباتنا كوما ما حتى شي كل اختلاف. اما نذكر كون المحاضره كانت شيقه برشا وكانت سهريه رمضانيه اي حلو نذكرها ودي ممكن حاجه ما تعرفهاش باش نقولها لك توا. ايوه عندنا جماعه مدمنين على لعب الورق لا مو في محاضرات لا شيء عاد دلت انت جيت المحاضره خرجت وقتها باش نشم شويه هواء خاطر جاو برشا ناس جاو تقريبا 120 واحد و 150 والقاعه ما تعرفها كيف ما هي. اي عاد خرجت برا باش نشم شويه هواء نلقاه يمشي يتكيف سيجار وداخل وماشي جاي ماشي جاي وتكيف سيجار قلت له اش بيك فلان؟ قال لي قريب شوف المحاضره دي خلينا نعمل تروح كارت والله قلت له اسمعني
تحب نصيحة قال لي شنو قلت برا روح ورقد وربح نومك راه هذا ما يتفاش قبل ما ساعتين صحيح بعد احنا في الفجر فارق ما عندنا نذكر اسمع الكلام اسمع الكلام وروح قال لي حتى ايش قلت والله كما قلت قاعد من ساعتين قال يرحم بيك وما سمعت محمد بلقاوي نحييك ان شاء الله دائما غزيل الانتاج تنفع كذلك المدونه التونسيه بعديد الاصدارات والكتب ونشاط في المجتمع المدني يمكن انت خلاص صغير يعني التقاعد اليوم 60 سنه لا اشكاليه بالنسبه للتونسي معنا الحمد لله لا احنا الخدمه راهي خاطر علاش قبل كنا نخدموا في التاب ونتعامل مع البريس نتعامل مع العديد من الجرائد الاخرى معناها وقت يكون واحد ما عندوش اهتمامات اخرى مثلا ما يحبش يقعد القهوه نعرف زملائي تو متقاعدين الصباح يلزموا يمركز البريزونس القهوه ولا عشيه حتى كذا تو الكوفيد نقص لهم شويه ولو شادين ديارهم وان كان مع بعض مشاكل مع نساهم يحكيوا لي ساعات لكن الغالب الغالب سمحت مش كله يعطيك الصحة يا سيدي شكرا محمد بارك الله فيكم وان شاء الله كل عام تحيي بخير ان شاء الله ان شاء الله كل عام ان شاء الله عامكم مبروك يا سيدي يعيشك يا سيدي كل خير ان شاء الله يا سيدي بارك الله فيك شكرا لك سي محمد البرقاوي حوار كان شيق جدا ممتع معاذ ومهم برشا انه ديما نحكيو مع كتاب التوانسة سورتو والله شوف باش نحكيو على زوز حاجات ايجابية اولا الحاجة الاولى هي المعرفية انه كي تعرف انه تونس بلد سياحي تقريبا احنا توا من اول الدنيا قديش توا احنا 2020 هو قال من 1800 وتقريبا 93 معناتها 130 سنه سياحه معناتها الناس اللي تخمم في حاجه اخرى يلزمهم يخمموا في حاجه اخرى خاصه انا اول مره نكتشفها المعلومه حتى انا اول مره نكتشفها بصراحه اول مره نكتشفها المعلومه والله انا في الاقلام هذا سامحني نقص عليك مره مشيت عندي محاضره في كلاب المفروض نلقى فيش صورتها جبتها شهر للسياحة في حمام لمف عام 1893 حمام لمف متاع التوريزم خاصة متاع استشفائي 1893 ومن هذاك جاء لوكول كوربونتي كالبونتي صحافي فرنساوي داير يقولوا تو في قربص سيدي الخربنتي هو اللي بدا قربص وعملوها للجنود بتاع الحرب العالميه الاولى باش يجيو يرتاحوا فيها وغيره وداير ثم ناس يسخلوه لي يقولوا سيدي الخربنتي وعنده دار الخربنتي غاديكا هو لو كور كاربونتي هو اللي عمل قربص وكان عامل جريده لا ديبيش فهمتي ديبيش اللي كانت معناها باش يوريك وانه 1893 كيت افيش انا جبتها معايا كما قلنا الحاجه المعرفيه هذه انه السياحه في تونس عندها 130 سنه الحاجه الثانيه في السياحه بالذات ان هي السياحه بدات السياحه الشتويه في تونس معناتها لهنا الناس الكل اللي لاهين بالسياحه الناس الكل الكل اللي تلقاه تمشي له تمشي حذاه ولا يستدعاك يعطيه في الدروس في السياحه الناس الكل نحكي الناس الكل من اللي معناتها تبدا من القهوه حتى توصل اضخم ولا اكثر نزول فاخر في تونس يلزمهم يراجعوا السياسات نتاعهم والاستراتيجيه نتاعهم ولا انكلوزف والحكايات هذو كل فارغه انه السياحه كما في الصيف كما سياحة شاطئية هي سياحة شتوية وتونس نجم تنجح بالسياحة الشتوية وما فماش هذه نزل يحل 4 شهور يسكر 8 شهور لأنه حكاية فارغة على حتى الناس اللي باش تخدم وتعمل على السياحة وبش معناتها الناس الخدامة هذاك العساس والسيرفر وشيف كوجينا وكل شيء باش تحبوا أنت يعطيك الإنتاجية ويكون يكون معناتها مبدع في الخدمة نتاعو أقل شيء تضمن له استقرار الأبسط الحاجة هي السميق اللي يخدم 12 شهر على 12 شهر لأنه ما عندوش من ناكل أولاد إي معناها تقول أنت نرجع للأصول ولو هو البالنيير اللي يقعد ديما غالب لأنه شوف قبل العباد ما كانش يعوم في البحر كانوا شوية يعوموا في تونس وحتى هنا تو مثال في الحمامات كانوا يسموه التراب البالح يعطيوه للنسيب وللطفل وغيره ما يحبوش يعني التراب الداخل اهم لكن بعد ولات الناس بعد تبدلت على الوضع ما قبل كانوا شويه القويله شويه في حمام شويه في المرسى وغيره وعموا حلق الواد والبيات لانهم جابوا ياسر حلق الواد وجابوا العلجيات نتاعهم كانوا يحبوا البحر وغيره اما اللي تقول وانت مهم ياسر تنويع البرودوي التوريستيك هذايا معناها تعمل السياحه الصحراويه تعمل السياحه الجبليه تعمل السياحه الشتويه وغيره وهذا يا معاذ راهو يجي بالاتفاقيه السماء المفتوحه بصراحه خاطر الاوبن سكاي شو خليك انا مره مشيت في مؤتمر دولي في فيينا واستدعانا رئيس بلدين حوصوا في الدانوب لقيت واحد يحكي لي على تونس خير مني ومنك قلت بيت شيء ما نعرفوش شكون ما عاد مشيت قعدت حذاه قلت له بربي سامحني خي انت صحافي قال لي لا قلت له ما نجيشوش تعرف تونس كله قال لي خويا انا قلت له شنو قال لي كي نجي نعدي 4 شهور في تونس في الصيف يتكلف لي اقل من 3 جمعات غاز في بلادي
قال لي كل ما تبرد الدنيا تبرد تشتي ايه. ما في تونس ايه اربع شهور في الشتي يا عادي تتكلف له في الشتي معناها من ديسمبر تدخل انت لمارس وحاجك هكا ارخص من عيشته غاديك كان تعمل اوبن سكاي كما قال لك معاد يولي التوريست نتاع اللي يجيك نهار الجمعه يروح نهار الاحد يروح نهار الاثنين والناس الكل تخدم التاكسيست يخدم اللي يبيع النوار يخدم اللي يبيع هنهارين عندي واحد يبيع في النوار معروف في الحمامات نعرفوا انه صديقي قال لي شو شفيان نطلب منكم زي واحده قال لي ما عندي حتى التغطيه الاجتماعيه قلت حتى الكلي الابيض قال لي حتى الكلي الابيض ما عندي نعرفوا سنوات هكا عرفوه الناس الكل يبدا بحذا البرج يحوس غاديك يبيع في الورطه ويبيع في البهيره قالت كيما هكا يعني راجل يخدم عنده 30 سنه غادي ما عندوش حتى ما ينجمش حتى يمشي للسبيطار باش يعمل ايد واحد الكلي الابيض معناها هو يعتبروه في السلم هو الاولى بالكل ما عندوش دونك اليوم يلزمنا زاد النقابات تفهم اعمل يا اخي لوبن سكاي اعمل السمير مفتوحه باش يولي يجيوك في جانفي ويجيوك في فيفري والناس الكل تخدم كما قلت وتنوع المنتوج نتاعك زاد الحاجه الثانيه في الايجابيه اللي في التليفون اللي اختاره لنا سفيان اليوم مع سي محمد انه يلزم المواطنين التوانسه الكل يفهموا انه بعد التقاعد فما حياه تقريبا العالم الكل ماشي في التوجه هذا يلزم الموظف التونسي انه تقريبا معدل الاعمار تبارك الله ولا 78 80 فما برشا ما تبارك الله والحمد لله فما العلم تطور والطب تطور الى غير ذلك ما عاد فما حياه اخرى بعد التقاعد عقليه لازم تتبدل شخصيا شخصيا جيت حضر له شخصيا خدمت في قهوه في الصيف قبل باش ندبر مصروفي خدمت في قهوه وشفت الريتريتي كما قال سي محمد شفت الريتريتي اللي معناتها نهار اللي ياخذ حاجه عينتها ياخذ الريتريت يلتحق بالقهوه يلتحق بالقهوه معناتها الكرسي نتاعو الطاوله نتاعو يلتحق بالقهوه الكرسي نتاعو وشكبه ولا البلوت ولا الرامي ولا اللي هي الكارتا ويلعب مع الناس الكل ويقعد يستنى ايدادي لين يلعب فهمت معناتها شوف سي محمد كيفاش قاعد البرقاوي كيفاش قاعد معناتها ياثث ويخدم يقول لك انا عمل جمعيه وعمل ويعمل في محاضرات راهو حاجه مهمه هاو السيد الكتاب اللي عنده هاي السيد نحن عايشين وتولدنا في منطقة سياحية ما نعرفش المعلومة هذه وتقصير مني أنا بالطبيعة لكن هاو الحمد لله سفيان معانا وخذيها هنا بالتليفون وخذينا معلومة ما صورش برشا ناس توانسة يعرفوها المعلومة اللي معروفة من الستينات مهم راهو شوف تعرف أنت تفهم التوجه في تحت الأمريكية مثلا فما أفلام تاع روبرت دينيرو اللي هي كيفاش الإحاطة بالراجل كي يخرج في الريتريت الإحاطة العائلية امبارح بركة قلت البارح تفرجت له في فيلم فيلم شهير جدا هذاك من جرون بابا فهمت وفما الفيلم اللي قبله ذو السجائر كيفاش معناتها ستارت اب مهمة برشا في وناجحة برشا في السوق الأمريكانية واللي بعثتها امرأة شابة وكل شيء معناتها شابة في العمر وشابة حتى في الزين وتعجب الممثلة زادة معناتها كيفاش ناجحة على مستوى معناتها المبيعات إلى غير ذلك لكن الخدمة نتاعها ملخبطة جاء هو بالخبرة اللي مكتسبها نتاع سنين نتاع العمل نتاعه كيفاش وراها إثنية الأخرى اللي معناتها اكتسبت منه الخبرة معناتها فما حياة أخرى بعد التقاعد لأنه مهم برشا ومع الناس الكولتور ثلاثية معاش يعني ناس بالضبط معناتها يلزمها الدولة أولا الدولة تقوم بالتخميم في المسألة هذه لكن زادة الموظف والكسوة معلم ولا الموظفين بصفة عامة اللي يخرج للتقاعد يخمم من اللي هو في الأربعين واللي هو في الخمسين يخمم في ما بعد التقاعد وكانه انتهى وقت يوصل للتقاعد اي ولو ولو العمل الصحفي مثال شفت جون دانيال مات عمناه ولا 90 سنه تقريبا 100 سنه يكتب روبرت فيسك مات عنده ما تفهم حاجه اخرى غير القهوه ما قاعد يخدم اما كلامه صحيح انا نحب نرجع لحكايه الوتله واللي قاله هو الحق انا عندي في دقيقه صفيه اختلفت انا جوست مع محمد بلداوي بسرعه هو قال لي اول اوتيل تعمل في تونس هو الماجستيك انا ما نفلي ونبربش مثال وقت جاء الكسندر اليوم لتونس عام 1946 قال سكنت في القنصلات نتاع الفندق الفرنسيس اللي هو في نهج البياسه نتاع البحر هذيك وصحابي سكنوا في الاوتيل دو فرانس الاوتيل دو فرانس اللي توا موجود في نهج بوسطن بارك اللي هو لا لوني روش معناها نهج بوسطن بارك اللي بين البياسه نتاع البحر وباب النوار نتاع الفندق الغالي مش سنترال موجود من عام 1900 واسمه الاوتيل دو فرانس دونك لو سما سياحه في تونس قديمه جدا قديمه وتلقى معناها بيليسي ولا غيره يقولوا توريزم تونيزي عام 1931 عمل زياره تونس ويحكي على السياحه دونك المخزون هذا مهم جدا
زيادة على كما قالك عمر العبيد تبدل عمر العبيد طويل اليوم يلزم الناس هذم نقاولهم معناها ننتفعوا قبلتهم وكذلك نقاولهم وسائل ترفيه مش كان كارتا ودي مين وسامحني انسان يعيش 30 سنه يخدم وبعد يعيش 30 سنه ياخذ في انتريت وهو قاعد اشكالي كبير واضح دونك احنا مازلنا مواصلين معاكم في ساعتنا القادمه ان شاء الله باش نحكيوا على امير المهذبي الطفل التونسي اللي في عمر 10 سنوات باش يشارك ويمثل تونس في اكبر مسابقه عالميه للعزف على البيانو ان شاء الله باش يكون معنا المكادر نتاعو الموسيقار والعازف التونسي مهدي ترابلسي سينو احنا مازلنا نحكيوا على السياحه ونحكيوا على قدم السياحه في بلادنا زاد فما فنان فريد لترش الفنان اللي غنى على تونس الخضراء هذه لافونغو لساعتنا القادمه انا لحبيب هناك واثنين وبعدهم عندي اليوم شهرين هذه لافونغو دونك توت سويت عندكم موعد مع اخبار التسعة نتاع الصباح ورجعين معكم في بقيه فقراتنا في ساعتنا القادمه